أغنية راب اسمها وقتاش، هم قالوا صارت ثورة أبي وقتاش. هذه الأغنية توا ناجحة برشا، 500,000 تقريبا شافوها في ظرف جمعة على الديلي موشن. كلاي بي بي جي ومدامين حمزاوي ضيوفنا الليلة في لباس. مرحبا بك، أهلا بكلاي، أهلا مدامين، مرحبا بكم، تفضل. قبل كل شيء الجمهور يحب يسالكم. الحمد لله شوي 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 صافا باهي. دونك لاي بي بي جي ومدامين حمزاوي، علاه ساعه لباس عليك انت ماكش لاباس؟ ايه وين لاباس، فما حتى شيء، فما حتى حاجه تخليك لاباس؟ فما حتى حاجه تخليك لاباس؟ هذا فما الحمد لله، الحمد لله كي توسع. هذا في الهوند اسمه الدخول بقوه. باهي، المورسو اللي قاعد يدور الايامات هذه اكثر مورسو في قاعد يدور على الانترنت اسمه وقتاش، غنية راب ناجحة. انتم ديو عرفناكم في زكا تاكا، هذه غنية الثورة اللي تشهرتوا بها. وقتاش كلمات واداء وكليب ياسر حلو، نسمعوا اكستري صغير منه. وقتاش يعيش الشعب التونسي حلم وتموت اللوبيات، الخبزة شعلت فيها النار وسوى لي عيال، ما بيريتش حرية والله ما ريتهاش، هو قالوا عملنا الثورة هباي وقتاش. يعيش الشعب التونسي حلم وتموت اللوبيات، الخبزة شعلت فيها النار وسوى لي عيال، ما بيريتش حرية والله ما ريتهاش، هو قالوا عملنا الثورة هباي وقتاش. يشوف وضع بلادي الراهن في راسي، بطل قاعد يعاني والسلطة عليه تعفس، الحكومة شيخة في أموال الشعب وقاعدة تلفز، وزولي عايش مخلوق ومن حقه يتنفس. جون في 2012 خرجنا نحتفلوا بالثورة ونسينا الظلم اللي شفناها من كلاب الدولة. هذايا كلاي بي بي جي، فما مدامين حمزاوي، غناية حلوة برشا، معناتها سيرتو الكلمات الكلمات ضحك شوية. يعيش الشعب التونسي حر وتموت لو باش، الخبزة شعلت فيها النار والزوالي عايش، بربي ريتشي حرية والله ما ريتهاش، هم قالوا صارت ثورة أباي وقتاش. حلوة برشا معناتها الكلمات. انتم مش مستعرفين اللي صارت ثورة، لكن قبل نحب نتعرف عليكم. شكون اللي فيكم ولد ريانا؟ انت ولد ريانا مدامي؟ ولد ريانا. والكليبات نتاعكم وين تصوروا فيها؟ فريانا وفي حومة كلاي. حومة كلاي، كلاي انت شنو حومة؟ باب جديد. باب جديد وريانا. شلمكم على بعضكم سامحني؟ القد دمار. ليه اما في الثورة تلميتوا؟ لا قبل الثورة. إذا بكم إجابة كوميرسيال سامحني، معناتها هذا الدمار واحد. دونك كيف عرفتوا بعضكم بالحق؟ والله تنجم تقول لي مثلا زوز مراسكين في المترو شدنا كنترولور مع بعض مثلا؟ خويا خويا في باق بر. في باقة؟ حلوة في باقة. في باقة يا اخي، في الباقة فما كوان للتعارف واحد ولا شنو؟ لا لا ما في الواحد يشدوا مع بعض فرد على المينوت واحد. وقتاش هذا؟ فين بريود رافل ولا وقت الثورة ولا ميسيل؟ سامحونا. لا قبلنا قبل الثورة. قبل برشا ولا مش برشا شوي؟ تقول انت فهمتك 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 فهمتك. استهلاك ولا ترويج؟ الحمد لله باش نخلطوا لها. شكون اللي فيكم عمل البوكس؟ هذاك علاش انا قلت له كلاي يقعد بعيد شوي. محترف ولا منحرف؟ لا 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 لا، معناتها عملت كومبيتيسيون دنيا ولا بوكس ترانيت؟ عملت كومبيتيسيون صارت والولاد الحلال معناها بارك الله فيهم اللي مقصون. اما الحمد لله لاباس. الحمد لله لاباس. باهي، شكون اللي فيكم عمل تمثيل؟ مدامين حمزاوي عملت في سبوتيت ويظهر لي صورت دنيرمون مع محمد دمق فيلم الخميس العشيه. الخميس العشيه مع محمد دمق امبارح. فيلم العشية. انت ولد فتحي الهداوي تمثل نورمالمون في الفيلم؟ ولد فتحي شنو نورمالمون؟ هو نورمالمون يعني في الفيلم يعني في الفيلم اول مرة فيلم طويل هكا تمثلوا؟ اول مرة. اول مرة وان شاء الله مش اخر مرة. شكون اللي فيكم عمل الراب بعد الثورة؟ بديت الراب بعد الثورة. بعد الثورة كيفاش؟ معناتها كيفاش طلعت ولد معناها حومه انا؟ شفت خويا برشا صاحبي دمار
والشيء هذا باش ينطق واحد الباكوش مش واحد لاباس. ليه معناتها الراب مع الراب انا الوسيله باش نوصل بيه عن الميساج نتاعي اللي هو كولتور لحوم. كولتور لحوم. اما 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 كلاي بي بي جي انت معناتها اللي يشوفك تغني نتاع واحد برو نتاع واحد الحمد لله واحد سامع الموسيقى لاباس الحمد لله. اللي يشوف معناتها سؤال تو واحد يتفرج فينا اللي يشوف الدمار يشوف الدمار اش فما في الاحوام ابار ولد اللص عنده كفتاجي بنين لا بابا ما لا فما بار غنيت علي انت التوب الاولاني نتاعك اسمه كلتور احوام هذول عملت واحد واثنين تحكي فيه على احوام اللي اي شنو 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 اللي شيء ينطق في الاحوام مثلا الشيء اللي ينطق في الاحوام يبدا عمرك في 6 سنين اش تتربى صاحبي على 3 حاجات اش تحب امك وابوك بالطبيعة باش تمن بالعالي وباش تكره البوليس معناها هذايا هي كولتور معناها لحوم وباش تلقى واحد ولد معناها حومه محكوم 6 سنين 7 سنين عليه على خاطره فك الفلوس نتاع واحد برك اما شاع اما على الناس اللي فكت الفلوس نتاع الشعب الكل وين فهمت كره البوليس ترضعوه في الحليب في الحليب على خاطره بالرسمي قالوا هم ولا به يا مهماري ما جملة أنا ما فماش الدليل معناتها. تو شنو الجو في الأحوام؟ معناتها أنت تحكي حتى في غناية هذا محوم ما يدخلهمش حتى البوليس معناتها. لا صح يعني باهي في فما حوام ما يدخلهمش البوليس فما. قلبه باهي أما الظلم لا يكره. واضح. شكون اللي فيكم يسمع نانسي عجرة؟ أنت. اي اما ما عندها اون ديري بتون نتفرج في ناس يعني اون ديري تهمه بالحق ليه مش الحوم معناتها ليه يا اخي نراوها نحن معناتها شنو الموسيقى احنا نعرفوا اللي فما حتى في مش لازم تو العنف حتى في الاذواق فما موسيقى اخرى فما ديزارتيست على مزود مشهورين اللي اصلا ما نعرفوهم قاعده ومزود وجونا به وجوكم به شكون اللي فيكم فوق منه 10,000 تو انا عندي 5,000 5,000 عندي باكو ليجير ومفتاح الدار شكون اللي فيكم وقفوا مره حاكم هذا الزوز انتم تبارك الله الحمد لله شكون اللي فيكم عنده ايفون 4؟ لا شكون اللي فيكم مغروم بفيديوهات جلال بريك؟ انا هو البيست اوف ديما نتفرج فيه تسمع فيه تسمع فيه والله حطيته مره المماتي تفرجت فيه شكون اش قتلك من شو دفعنا؟ والله لا يا شيخ تعريف تبدل لا والله تضحك اقسم بالله تضحك قتل العبيد هبلت بعد ال بعد شكون اللي فيكم دوبل في الرابع؟ في الرابع؟ الرابع شنو هي؟ ماشي والرابع دوبل في الرابع ما نعرفش شكون وصل للرابع؟ انا فتو شويه معناها بشوي شكون اللي فيكم صاحب فكره زكاتاكا؟ مع بعض الشعب التونسي مع بعض الشعب التونسي الناس الكل زكاتاكا في اللي لخصوا الثوره جات فتره معناتها الاغنيه نتاعكم اللي كلماتها هي ريتوشي اعطيني رفران مش لازم تغنيه معناتها الكلمات ريتوشي سراق يكره نشلف الظلمه ريتوشي بوليس يعدي في واحد اعمى ريتوشي زبال مروح فرحان من الخدمه ريتوشي رئيس في تونس فرح الامه يحب الزكاتاك هذوما حافظينا في الجمهور هذوما زوز اغاني معناتها انتوما دورا بير طلعتوا في الثوره معليش غنيه في الكاليتي هذه اللي هي حلوه برشا تقعد حدها تونس حدها فيسبوك ديلي موشن شنو السبب اللي عندنا به يعني برشا شنو السبب اللي ما تخليهاش دور في الميديا والدنيا بتاتر زاد شويه كلام احرج فيها الاغنيه يعني فيها كلام احرج بون الراب بطبيعته يعني ساعات مش نعمل روحي ما نفهمش معناتها كلام محرج كلام بريسك زي فهمتني كلام بريسك. زي الميديا معناها استعمال الكلام الزايد في الراب واحد هل هو مكسب من مكاسب الحريه تعتبروه؟ اما لا سامحني اي ما قبل معناها ما فماش عبد في تونس اي ما يتكلمش هكاك ما يقولش كلام زي الناس الكل حتى اللي ما يقولش يسمع كلام زي يعني. مش تبدا الامور واضحه حتى كان ما يسمعش يعلموه
جستومون. اما معناتها لهنا الكلام الزايد ينجم يقف ضد انه تلافز تعدي وتتشهروا اكثر وتوليوا حفلات والدنيا وجو. لا عادي، اما المهم المساج باش يوصل هكا. ولا المساج يوصل مش مشكل، علاش؟ خاطر البرودوي كي يبدا مزيان والحاجه كي تبدا معناش تيتر كي يبدا ناجح، يعني دبوشه وري العباد تمد لبعضها، هي جسمه هذه حلوه دراشنيه، فهمتني؟ دونك راك ناجح ناجح. اوكي. قلت لك باش تكون رابور ناجح، هل يلزمك واحد تشد الحبس كيما يمينام؟ اي ولا لا؟ باش تكون رابور ناجح، هل لازمك تعمل تاتواج كيما اكزيبيت؟ باش تكون رابور ناجح، يلزمك تموت مقتول كيما توباك ولا مدغور؟ لا لا. باش تكون رابور ناجح، يلزم تكون بصحتك كيما ماسكوت؟ ماسكوت عرفته ولا لا؟ باش تكون رابور، علاش تغششت كلاي؟ ما فهمتكش. شنو؟ حسيتك تغششت. على خاطر عن سيد ربي، ربي خالق وخالق وكذا. أبار معناها الميديا وكل. بصحته. ربي حبه زعما هكاك. اي ما تجيش بصحته معناتها انت ربي حبك هك بصحته. اه لا جاك جاك حد قال لك شبيك تشبه السيجل نتاع ميشلا؟ استنى لحظه انت قاعد ابار. كي حكيت على ماسكوت كلاي ما ضحكتش، كي قال عليا سيجل مش لا ضحكت. لا على خاطرك انت صاحبي اللي بديت. انا اللي بديت والله. اسمع ما كلي تعقال وانت باين شميتي انت، ما من غير ما تحاول فيها تدس فيها عاقل واحد. يعني مش عاقل. مش عاقل حشيك. مش عاقل. اما اخوي على العبد اللي باش يتعدى عليا مسكين، ما نظلم حدنا. اها. اما اللي تعدى عليا رفعه ربي احسن. هو شوف احنا راهو حوار. معناتها سامحني اذا انا تو عندي ناوي هكا نلزلها شوي في الاسئله، نكلم واحد من الدار نقول له نجم ما روحش ليله ولا؟ العمارة بيد ربي. بيد ربي به افضل. انا من الاسئله هذه نحب ناخذ فكره على ايش قاعد يصير في الراب في تونس. باش تكون رابور ناجح، هل يلزمك تفهم لها في المؤامره الماسونيه على الاسلام كيما بسيكو ام اللي اغانيه الكل مؤامره؟ خلينا نقول لك على الرابور الناجح اللي عندي انا. حسب رايك انت ايه؟ ولد حومه عربي شايف عبد دمار قدامه، مش معناها حاجه مش اللي سامح شايفها. كي صاحبي باش يشدها كاستيل باش يتصرح وحده ورا. سيرتو يبدا صادق وكا. بالطبيعه. معناتها يلزم ارتيست زاد، في ارتيست معناتها فنان. معناتها واحد كي مثلا محمد علي بن جمعه مولود في المنزه 5 ما نجمش يكون رابور. الله اعلم. رابور ينجم يكون رابور في المنزه 5. اما خويا الرابور لازمه خارج معناها من الحاجه اللي من القلب اللي يحكي فيها هو من المنبع. الرابورات اليوم بعد الثورة تحسنت نظرة التوانسة لهم، معناتها بعد الثورة اللي رابور ولاو معناتها التوانسة مستعرفين بهم أكثر، تحسوا هكا ولا؟ نصور فما جينيراسيون طالعة مع الراب، يعني نصور الأولاد الصغار أكثر من الكبار يسمعوا الراب، فهمتني؟ يعني أنا معناها في مخي هكا أسيرتا مومون باش يولي الراب شعبي في تونس. إن شاء الله. إن شاء الله. انتم معناتها تو تشهرت اغنيتكم هذه وتشهرت اغنيتكم اللي قبلها، اما براتيكمون لا حفلات لا ما تعملتوا حفلات هكا الدنيا، علاش؟ تحس معلش واقفه الدنيا هكا؟ ولا واقفه ما عادش معناها احنا زاد جاونا لي بروبوزيسيون ما طلعناش، نحبوا النهار اللي نطلعوا تبدا فما ماتير باهيه، تبدا زاد فما صاله باهيه، يبدا معناها يعني لي كونديسيون يبداو باهيين في كل شيء، يعني نحب الببليك يجي يسمع موزيكا نظيفه، يشيخ يتفرهد في سباس باهي، فهمتني؟ مش تلفيح معناها، فهمتني؟ كلاي بي بي جي، باش نسالك سؤال محرج شويه، معناتها انت تحكي على رابور ولد حومه، معناتها وسمعت الجمعه اللي تعديت كيفاش تشدوا دو رابور، واحد قال له زطله، واحد استعمل سلاح بالحق. قال
قالوا اي بيان سور قالوا لهنا معناتها زاد لي رابور سمعتهم مشوهه شويه نتاع سامحني تبلاو على عباد نتاع فصايل نتاع يبراكي ومتاع كذا على البراكه جات ولا فصايل باه سامحني خلصها لك انا اسالني اي تفضل تو لازمني نخف لك معناها تفضل انا راهو باهي انت صاحبي مسيت لي معناها اولاد حومتي اللي هما معناها الصحاب اللي فلحوم الكل معناها عبد هو باهي كما قلت انت مجرم على المجرم هذاك كي انت زهقتي باش توفر له خدمه شمد يده هو لا إمان. اما فما ميساج الحكومه الجايه وهذه والكل صح اسمع فما خويا خدمه لك البطاله اللي قلتوا عليهم خويا المجرمه راهم مشي بيك كيفاش زعما عشان فما يشدوا الرجل يشدوا اثنين اما راهو كان ما فماش خدمه شنو اللي يقولهم في تونس شر ما خلق من الاخر لحوم هذيك الشتاء على النار راهو مرخ تمشي معايا شويه في الريتم به انت الحكومه ما عطتكش خدمه معناتها كنا مش مش انت معناتها نحكيو على الاشخاص هذوك به في المقابل فما مواطن زوالي يخدم عساس كما قال فؤاد ومروح ب 220,000 شهريته انت كي تبراكي مش انت سامحني نقصد هذاك اللي يبراكي يزيد معناتها ما مسش الحكومه معناتها سي المواطن زوالي كيف وكيف لو كيما قاسم كيفي مثلا اللي زوالي لا معناتها انا هو زوالي نروح انا لا سامحني بعرقش بينه وغنى وخدم معناتها اللي لابس ديجا اللي لابس عليه يسرق يحب الزوالي ما يسرقش ديجا اللي لبس عليه يسرق في الزوالي يحب الزوالي ما يسرقش الزوالي مادامين اسمعني الراب ينجم يكون ينجم يكون عنده مقبول في كل الحاجات ينجم يكون اجريسيف شويه اما عمره ما يبرر اللي سرق انت تو قلت لي جمله وقبيلي كلاي قال لي معناتها حب يبرر شويه معناتها اللي سرق وكذا ديما السرقه عمرك ما تبررها ديما عندها اسباب عندها اسباب وعندها خلفيه عندها صاحبي الاسباب كي انت بيك كي انت على الحاجات هذوك معناها اشتقطعهم ما عادش فما سرقه ولا معناتها انت تقول لي نقضيو على الاسباب باهي عندي لكم في الاخر اسئله درا كيفاش؟ ان شاء الله خير هل تعتقد لو كان الراب ينجي المزود انجا وانجا؟ ما تقارنوش ببعضهم الجمله لو كان زياد غرسه يغني راب ينجم ينجح؟ ينجح على الاخر خاطر بصحته اش بيك اش بيك ينجم ينجح هل تعتقد انه سمير الوصيف متقلق من كثره المعجبات؟ يمكن علاش عمره ما يقص الضوء على المترو؟ نقص قص قبل قص شكون وراها الحكايه؟ ولا قص ولا قص علاش بلطي اشهر رابور في تونس؟ على خاطر صاحبي باه توا انت حليت باب باه ياسر اي جاوبني بالاقدميه هذاك صح واضح ولا؟ هكا هو لا سمحني مش اللي قديم هو خير لا اسمعني بس سامحني انت عندك صح ولدك عمره ثمانية سنين اسمع بلدي كي يوصل 15 سنة شو تجيب له رابير خير صح من بلدي باش يقول لك ليه على الحيط هذاك سامعه هو برشا بناء معاه جينيراسيون من الاخر باهي علاش الثورة قامت من سيدي بوزيد وما تبدل شيء في سيدي بوزيد؟ على خاطرنا ما عملناش ثورة. هم قالوا صارت ثورة. هبا يقولتيش. تو بصراحة تو تفهمنا أنتم ما تغنيوش في اللي كوليس أنا الرفران نحبوا تو معناتها نغنيوها. نحب أحسن قفلة نجموا نقفلوا بها. نحبكم تغنيوا لي رفران نتاع وقتاش. أنا قاعدين.
يا قلب معبي مخبي للظهر حكايات يا مرة عدينا في الشيخة هملك يا سير عروق المخ تسيح ورقة خريف الريح يا عين الدمعة دمان ما باتت تشيح خمسة بالكرتوش وما نموتش عصفور جريح حمزاوي طاح عزاكا ماما فالك مش منيح أسر ودنيك مصخة بالمساقيك من أفخة بربو ذبيح مشلخة عز بدريك مفسخة سنيك خمجين وتكشخة قعد فرزيت مفشخة عش هزيت يذنوب يا حكومة مذوب يمشي فيها الكلب كلب الكلم وشير مكلوب عندك أنا عندك أنتي واللي البارح روحه حرق من فقر الشابع فرجة يحب يقطع من الأقلاق في بلاد ما تحاسب فيها للي اقتل وللي سرق تونس البلاد تنوح والبابور غرق قطر في صباح الخاتم وانتي عيش الشعب التونسي حر وتموت اللوباش الخبزة شعل فيها النار وصوري عياش ربي ريتش حرية والله ما ريتاش هاو قالوا عملنا ثورة هباي وقتاش يعيش الشعب التونسي حر وتموت اللوباش الخبزة شعل فيها النار وصوري عياش ربي ريتش حرية والله ما ريتاش هاو قالوا عملنا ثورة هباي وقتاش يشوفوا ورع بلادي الراهن في راسي بطل قاعد يعاني والسلطة عليه تعفز الحكومة شيخة في أموال الشعب وقاعدة ترفز وزوالي عايش مخلوق ومن حقه يتنفس جنفي 2012 خرجنا نحتفلوا بالثورة ونسينا ظلم اللي شفناها من كلاب الدولة الحكومة تعريف الشعب اللي انكشفت له العورة سرق البلاد يا ظالم نضحك للعالي المولى حرية الشعب كلمة تنحى بالقاموس لازمك تقعد ساكت البوليس عليك يدوس كرجال الساد يعمل أمارة في النفوس راهو البوليس بوشنطة الشعب التونسي مسكن وزرد غرايبو والاحزاب ودورو ساقطة هي صاب مصايبو الشهداء اللي ماتوا واليوم ولينا نعايبو السلطان الشعب والحاكم على كايبو يعيش الشعب التونسي حر وتموت اللوباش الخبزة شعلت فيها النار وصوري عياش ربي ريتش حرية والله ما ريتهاش هاو قالوا عملنا ثورة هباي وقتاش يعيش الشعب التونسي حر وتموت اللوباش الخبزة شعلت فيها النار وصوري عياش ربي ريتش حرية والله ما ريتهاش هاو قالوا عملنا ثورة بلاي بي بي جي ومدامين حمزاوي برافو يعطيكم الصحة. احنا حكينا على الرابور اللي قالوا تشد على خاطر زاد لفما لو 18 في فيفري تظاهرة على كلي الدعوة اللي عملها سليم عمامو انه المخدرات الخفيفة الزطلة بالعربي معناتها تولي لا يعاقب عليها القانون. انتم كرابور هذا الشيء نجم يساهم في كثرة الأغاني نتاعكم؟ ولا هو ديجا كي خرجت معناها الزكاتاكا برشا عبيد معناها فما عبيد شيخت وحبتها ويعرفوا علاش يشيخوا عليها ويعرفوا علاش يحبوها. فما عبيد قلقتهم يقول لك انا هذوما يغنيهم على المخدرات ودرا شنيا وكذا. انا في الغنية ما قلتلكش معناها تكيف ما قلتلكش استهلك بالعكس يعني ديجا مش تغني هي كلها على الزطلة ولا حكاية فهمتني ولا وديجا يا اخي بالنسبة للزطلة في تونس يعني المستهلك ضحية معناها يعني كان يشدوا الصحاح اللي تدخل فيها للبلاد على حدود يذول لي خير ناس معناها فلوس زرقاء معناها فهمتني ولا دونك المستهلك ضحية كان يبيع الحاكم العشرة بعشرين تو يطلع هو رابح وتتفرهد الأوضاع الكل وندخلوا فلوس الاقتصاد معناتها ما نشدوش المسكين اللي ساعتها بغلطه بسيجار ويتشد شوف ولا ساعات واحد من على دوتاف يعدي عويم وشرشار كيكة معناها ما فماش كلي بي بي جي ومدامين حمزه واش عندكم القدام اغاني فما البوم تحبوا تطلعوه فما حكايه ديجا يعني وقتاش تيتر سامح نو باساران لن يمر وسم وهاتوا خويا باش نشوف الخدمه ان شاء الله معناتها خدمه ما نعرفش تمشي وتحرشوا في اللغه على الميساج للحكومه لن تمروا من الاخر واضح والله ورست سميمتي لن يمروا والفكره هذا شاركني عندي فكره صاحبي معناها على الاخر بها ياسر عندي فكره نتاع الكليب نتاع لن تمروا جي اعتصام تسكروا كياس لا لا بالعكس جي في تروت يعطيكم الصحة. دونك وقتاش هو المرسو جديد الكلاي بي بي جي ضيفنا اليوم مدامين حمزاوي نحب تصفيقة كبيرة عليهم. شكرا لكم نورتونا ليلة في لباس. صح شكرا لكم لباس لليلة وفات نتقابلوا السبت الجاي وإن شاء الله تونس ديما لباس.